انفراد جديد في شارع النهار في ذكرى وفاة الكوميديان الراحل عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم إبراهيم الذي لا يعرفه أحد. حكايات وأسرار تعرض لأول مرة. المستشفى كلموني قالوا لي تعالي ضروري، باباك عايز يمشي. قصة زواجه من شقيقة زوجته وطلاقها بعد 3 أيام فقط. أكبر دليل هو كان بيحب مامتك جدا. أسباب رفض عبد المنعم إبراهيم دخول ابنته مجال التمثيل. كان نفسي أمثل، مرضيش أبدا. سر انكساره بعد وفاة شقيقه المفاجئ. كان بيحبه جدا وكان يقعد ينده عليه. حتى أكتر حاجة افتقدتيها في باباكي بعد وفاته الحميمية اللي كنا بنحس بيها ما بقتش موجودة. كواليس وأسرار آخر أيام الراحل عبد المنعم إبراهيم. أمشي معاه في الشارع يقولي اوعى تقولي يا بابا. ليه؟ يا بابا. شارع النهار مع حسام المراغي اليوم 5 مساء على النهار.